رغم وصولنا لمرحلة متقدمة في صناعة التكنولوجيا، سواء كانت التكنولوجيا الطبية أو غيرها، حيث وصلنا للتسلسل الجيني للإنسان وقضينا على كتير من الأمراض يلي كانت سابقا تتسبب بإبادات جماعية مثل الكوليرا والجدري، والقائمة تطول. وبعد أبحاث كثيرة كلفت مليارات ومليارات من الدولارات، ورغم هذا ما لقينا حل للسرطان يلي يسبب وفاة لملايين البشر. الإجابة على هذا السؤال تبدأ بمعرفة ما هي الطفرة الجينية أولاً يلي ينشأ بسببها السرطان. ولكن قبل الإجابة حابب منك تدعمني بلايك وشير واشتراك وتفعيل زر الجرس ومتابعة في حال كنت تشاهدني على الفيسبوك، وقلب ومتابعة في حال كنت تشاهدني على التيك توك. أنا آدم السالم، Outside Box. الطفرة الجينية ليلي ما بيعرف عبارة عن تغيرات في تركيبة الحمض النووي DNA وطريقة تكوين البروتينات فيه، فأطلقوا عليها اسم الطفرة الجينية أو الوراثية. يعني بدك تقول مثل الشخص اللي مصاب بمرض ما نتيجة لعامل وراثي أخذه من العائلة، وهذا المرض بالأساس بيكون سببه طفرة في الجينات. ولما تتراكم الطفرات الجينية في الخلايا الطبيعية ينشأ الكانسر، وبالعادة بيكون عند الخلايا القدرة في الكشف عن هالطفرات أو أي تلف ما حصل في الحمض النووي. ولكن يلي بصير إنه هاي الخلايا يا أما تقوم بإصلاح هذا التلف أو تقوم بتدميره ذاتيا. ولكن بعض الطفرات بتكون شرسة جدا، حيث تسمح للخلايا السرطانية بالنمو دون أي رادع مهاجم للأنسجة المحيطة في البؤرة السرطانية، أو حتى الانتشار لأعضاء بعيدة، وبيكون غير قابل للشفاء تقريبا بمجرد أن ينتشر. وهو مرض معقد بشكل لا يصدق، لأنه منه عبارة عن مرض واحد فقط، وكأنه عبارة عن عدد كبير من الأمراض اجتمعت واندمجت مع بعضها البعض لتشكل الكانسر. ويوجد له أكثر من 100 نوع مختلف، مثل السرطان الضبقي متشعب الأغصان، سرطان الثدي، سرطان البروستات، وكثير من الأسماء، شيء بنعرفه وشيء ما بنعرفه. وبالتأكيد مهما كان الطب متطور الآن، ما حنمتلك أداة سحرية بتمكننا من علاج كل هالأنواع دفعة واحدة. وفي العادة بتكون العلاجات مجتمعة بين الجراحة لإزالة الورم والإشعة والعلاج الكيميائي لقتل أي خلايا سرطانية متبقية، العلاج بالهرمونز والعلاج المناعي والعلاجات المستهدفة للخلايا السرطانية نفسها المصممة خصيصا لأنواع معينة من السرطان، تستخدم أيضا في بعض الحالات. يعني هذا المرض لا يمكن أن يموت إلا بتدخل خارجي، على عكس البكتيريا يلي ساعد دخولها لجسدك بيستقبلها جهاز المناعة ويقوم بقتلها. يعني فيك تقول الكانسر منه فيروس ولا ميكروب ولا بكتيريا، ولكن انتبه، يمكن أن تتواجد أمراض معدية تتسبب بالإصابة بالسرطان. وتقدر نسبة الإصابة بالكانسر بسبب الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم 16%. هلأ في كتير من الحالات بتكون العلاجات اللي ذكرتها قبل شوي فعالة، ويصبح المريض خالي من السرطان، وخاصة في حالات الكشف المبكر، ولكنها تبقى بعيدة كل البعد عن كونها فعالة بنسبة 100%. لذلك العلم طرح سؤال: شو لازم نعمل لإيجاد علاجات لجميع أشكال السرطان المختلفة؟ بعد ما بلشنا نفهم بعض المشاكل يلي يتعين على العلماء حلها، أولا نحن بحاجة لإيجاد طرق جديدة ومتقدمة أكثر لدراسة السرطان، وهذا بيدفعنا للحديث عن الكيفية يلي بتم فيها تطوير معظم علاجات السرطان، حيث من خلال خلايا موجودة في المختبرات تسمى بمستنبتات الأورام البشرية، وأعطتنا هاي الخلايا نظرة أعمق حول الطبيعة الوراثية والبيولوجية العجيبة والغريبة للكانسر. ولكن هاي المستنبتات أو المزارع تفتقر لكثير من التعقيد في الورم الموجود في الكائن الحي الفعلي، حيث أن العلماء وجدوا أنه في أحيان كثيرة الأدوية الجديدة اللي بتكون فعالة على الخلايا الموجودة في المخبر بتفشل إذا كانت تعطى لمرضى حقيقيين. وأحد تعقيدات الأورام هو أنها قد تتكون من عدة أنواع من الخلايا السرطانية يلي قد تكون مختلفة، ومع الوقت تتراكم طفرات وراثية مميزة في أجزاء مختلفة من الورم نفسه، مما بيؤدي لظهور فصائل فرعية مميزة. على سبيل المثال، يمكن لأورام الدماغ المسمى ورم أرومي دبقي
أن يحتوي على 6 فصائل مختلفة في مريض واحد، وهذا ما يسمى عدم التجانس النسيلي، مما بيجعل العلاج صعب لأن الدواء الفعال على فصيل معين قد لا ينفع على فصيل آخر. يعني وكأنك بدك تعطي 6 أدوية لست أمراض مختلفة، والدواء اللي بيكون فعال على فصيل واحد قد لا يكون فعال مطلقا على فصيل آخر. يعني تخيل كمية التعقيد والغرابة اللي موجودة بهذا الداء. طيب أعطيك تحدي آخر، الورم عبارة عن نظام بيئي ديناميكي مترابط، حيث الخلايا السرطانية في تواصل مستمر مع بعضها البعض، ومو بس مع بعضها البعض، حتى مع الخلايا السليمة القريبة، وبإمكانها تحفيز الخلايا الطبيعية العادية لتقوم ببناء أوعية دموية بتغذي الورم وبتشيل كل الفضلات الموجودة فيه، بالإضافة لإمكانية التفاعل مع جهاز المناعة لإضعافه ومنعه من التعرف على الخلايا السرطانية أو تدميرها. ومن هذا المنطلق يقول العلماء أننا إذا استطعنا معرفة كيفية قطع هذا الاتصال حيكون عندنا فرصة أفضل في إنهاء هذا الورم بشكل نهائي. أضف إلى ذلك أن الدراسات بتشير إلى أننا بحاجة لمعرفة كيف نقضي على الخلايا الجذعية السرطانية، ورغم أن هالخلايا نادرة ولكن تظهر لنا سمات خاصة تجعلها مقاومة للعلاج الكيميائي وحتى الإشعاعي. ومن الناحية النظرية، حتى لو تقلص باقي الورم لدرجة يستحيل كشفه أثناء العلاج، فيمكن لخلية سرطانية جذعية واحدة متبقية أن تكون بداية لظهور ورم جديد. فمن هون معرفة كيفية استهداف هالخلايا الشرسة قد يساعد أيضا على منع السرطان من العودة، وحتى مع حل هالمشكلة حيتواجد مشاكل أخرى، لأن الخلايا السرطانية فنانة في التكيف مع كل شيء جديد، لأنها بتعدل من خصائصها من أجل البقاء حية تحت الضغوطات. فلما تتعرض للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي بيكون لدى بعض الخلايا السرطانية القدرة على اعتداء دروع واقية ضد كل هجوم تتعرض له عن طريق تغيير التعبير الجيني الخاص فيها. يعني هذا المرض الخبيث ابن الخبيثة فعلا يمتلك نظام معقد يتطور ويتكيف باستمرار، ولنتمكن من التغلب عليه يجب أن نجد أنظمة تتناسب مع التعقيد يلي يحتويه، وقدرات جديدة في الرصد تكون قادرة على مواكبة التكييف أو عمليات التغيير يلي بتقوم فيها الخلايا السرطانية. والشيء الجيد أن العلم يحرز تقدم في هذا المجال، وعدد الوفيات بسبب هذا الداء انخفض بشكل ملحوظ من 70s وما زال في هبوط مستمر، وكل يوم عن يوم عم يتقدم العلم في هذا المجال. ومهما كان هذا المرض معقد وذكي، يبقى العقل البشري أكثر ذكاء وتعقيدا، وننتظر اليوم يلي يصبح فيه هذا المرض إن شاء الله من التاريخ. وفي حال عجبك الفيديو ووجدت أني أستحق الدعم، إذا كنت أستحق الدعم فقط، بتمنى منك تدعمني بلايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك مني كل شيء جديد، ومتابعة ولايك في حال كنت تشاهدني على الفيسبوك، وقلب ومتابعة كمان في حال كنت تشاهدني على التيك توك. أنا آدم السالم، Outside Box، نلتقي في الفيديو القادم. سلام.